برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيمت أمس منافسات النسخة 33 من بطولة بريف لفنون القتال المختلطة للمحترفين، والتي نظمتها منظمة بريف بالصالة الرياضية لاستاد الأمير عبد الله الفيصل بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بمشاركة 22 لاعب من 15 دولة من مختلف أنحاء العالم. وقد شهدت البطولة حضور عدد كبير من محبي وعشاق رياضة فنون القتال المختلطة. وبهذه المناسبة أشاد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بالعلاقات الوطيدة التي تربط المملكة البحرين بالمملكة العربية السعودية، والتي عزز من قوتها اهتمام ورعاية جلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين. وأكد سموه أن مدينة جدة باتت محطة رئيسية لبطولة بريف، معربا عن سعادته لاحتضانها هذه النسخة وما حققته من نجاح وتميز يضاف إلى النجاحات التي حققتها البطولة على صعيد المنطقة، والتي تعزز رؤية سموه الهادفة لانتشار أوسع لهذه البطولة للتأكيد على نجاح التجربة البحرينية في رياضة فنون القتال المختلطة. وقد شهد سموه نزالات النسخة 33 من بطولة بريف التي أقيمت خلالها 11 مواجهة، وحظيت البطولة بنقل مباشر لجميع النزالات على القنوات العربية والأجنبية، ومن بين تلك القنوات قناة أبوظبي الرياضية التي حرصت على نقل المواجهات مع التحليل الفني من أجل الإسهام في إيصال الصورة الحية للبطولة لجميع البلدان في مختلف مناطق العالم.